سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة فايل. مشاهدة الملف الشخصي بالخصوصيات على تطبيقكم دروكولار. نقوم بالضغط على تطبيق دروكولار، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مركز الخصوصيات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مشاهدة الملف الشخصي بالخصوصيات بهذه الطريقة. ثم سوف نقوم بانتظار قليلا. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل مشاهدة الملف الشخصي بالخصوصيات. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة.